احتفاءنا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد هذا العام تدشن إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكبر تغطية وثائقية وبرامجية خاصة تضم مجموعة متنوعة من الأفلام والبرامج. ومن المقرر أن تبدأ التغطية الخاصة في النصف الثاني من شهر سبتمبر وتمتد طيلة شهر أكتوبر عبر بث الأفلام والبرامج والسلاسل الوثائقية والترفيهية عن معلومات وحقائق لم تعرض من قبل، وتقدم مشاهد تلفزيونية خاصة تخرج للنور لأول مرة في الذكرى 50 لنصر أكتوبر المجيد.